السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا بتعاون إنسان أدمير دك أصحابته كحرن يوتيوب تشانل كيد نعمل بالسوشيال ميديا وحنا دلنا يا كسوب هذا مركلة مقال عصب عدي له قدروا مقال كانوا حاكو أركتو تان ميل آد وقروح بدن مستقبل كيد وآد وفي عيني هاي أدين كورنات كيد تان وحاي توقع جسيرة كل واحد عرف تان رول بعض نظيف آد وقروح بدن رول كان حان رواينا هذه كقصو وربحيه وربحنتي سا سيدا أكون الكتان قيمه سا يوح والبو وعضو بحنتي وعرفتان حيبتا سيدا نوغو موقتا رول كان وعضول مستقبل كشركة واوين اي شركة ها صوماري ها دقو واوين كميدا اي سيدونان وبلنسيهين اني لسان يفسدان حتى ويبسيني هذا وقول هذا إن عن يبسيني معهن شركة ذا يبسدي وحين ربانين الرسالة هالمريان اسمها مركو بالله هو أمر أي مدي عرال كتكتي معنا دي ترى معناها أو حلا جاق بين كرينين أنتي أي سنتال عنين فانت على استي إن إذن لسوا ذا هو أو أتركتان أتركتان سيأو فإذا ستان فرصة ها إذن كي جبنا دول كين هوا رول كان عن حد يدي شيء قال حبته وصار أو برميز وقلت لك أهم عن لكن أقول حبته ومقضى يقف كده دار دار كدستو ما شاء الله ودوية ده ده راح على ده وكل راح السنة سيدو كله ودو وقول لغين كرو أما بقارئ وحير وكنت كرو مركي وربعين وقارئ كنت المهم وحا حقيقة قفر بانا كان غميدة إنو قرسيني هاي أما أو أوغي هاي إنان هاي سنو أدونك وطاك وغو قروح ضاقي عميلا ضاقي جوغي معانا أين إلهي أوغا مهدي نهرت الحمد لله بكل نعمة تكالي آنكا وضا شقينو سي وطاكينا أوغو راحي سنهين سي وطاكينا آن وقدقي لهين أو آن وحول باسك وغو قرسانهين هذا كان عسىتنا هاي هذا نيرنا هاي هذا هاي أضيال هذا هاي ضد أقويها نح أي واحد برتاح قفل بق يوسفيرين علوش يسي وحمان تأسق وهلي عفيريو فيوتشر كوطنك يا أولاد يساعدوسن أولاد لأن أولاد ولا ردونا مستقبل كوطن إن وطن كان لدن كيس أي أركان كل راح يستان إن شاء الله دول كان هذا بعد كهيان مريو ساندين شيغي شركة واوين بقى يبسدي ربان إني هور مريان يدسان ميت كان أنا وحا كجرة لولال لولال كشركة أودودو إيريا دان هادا آن سينا يا أودودو إيب لولال كاس إيب قيمة هودا وي أقلمان مركي لفيري ماشي كويا لا استراتيجية دي إيه بري مركي لول كان لدسو لول أو هادا شركة واوين إيكي يبسدين انتاسو كون أي بوس وها حقيقة يوم من الأيام اللي بستونا حتى أنا لقلبين يبو بعد كان هذا سان مؤسنا هين بعد أدوين وبورنا وحوقها عن الهوي سنكرين حتى والله سمي وسمي هاي كواربا كل أحمر كرنا حتى وحان خسعنا المهدار دول كان مركب حالقي وحان إذن كجه اللي كرا أمان إذن كي كيني كرا بلوكيو هذا ترتان هالبلوك لو بلوك sidoo kale hal hal boos laba laba boos saddex saddex boos waad ka heli kartaan maadaama aan maxaa lahaa aniga aan isku xilqaamay inaan idinla socodsiiyo dhaqdhaqaaqa waddanka iyo meelaha lacagiina aad gashan kartaan waxaan rabaa qiimaha lagu heli karana inaan idin racsiiyo oo aad ka faa'iidaan maanta haddaad iibsataan برينا قوة آية كرتان وانت كفا ايدي كرتان سفى عنه في ريا كون ده دوكسة ده إن دين أرانا يا هذا ولي قد رفع قو أبوران رفت ولي سفى عنه مصاب لكن دول كان هذا رفت سيد الله قو أبوران مركب أصوا وضب حضر سبحان الله عالم كرونه قنيا
إلهي ba ku dhaartay carada oo iska seexaatay lagu dhaho waa qof walba naga mid uu aqbali lahaa nimcada iyo neecawda aan dareemayo markaan meeshan joogo innaba caadi maaha maasha allah tabaarakallah ilaahay hana garadsiiyo nimcada waddankeena uu leeyahay kuwa ka faa'iidaystan allah naga dhigo waa dhul deegaankiiba saas uu ku yahay deegaankana ku dhex yaala anteenadiisa shaqaynayso waqtigaa rabtaa dhisan karto lacagti kaa gashanaysan kaa habaabaynin beri marka horumarkiisa la dhammaystiro ee dee shirkaduhu dhisaan oo laami la saaro oo la qurxiyo marka waxa weeyaan lacag badan baad ku bixinaysaa laakiin maantay qiimihiisa waa macquul waxaa arkaysaan waa anteenooyinkii iyo guryihii jasiira jasiira hadda qaybtaan weliba ka jooga waa dhankan xamar soo xiga ee ma ahan dhanka shishe ee loo aadayay dadka dabaasha ay u aadaan ee fog ma ahan abaydhaxan jasiirada ka fog ee dabaasha loo aada ma ahan tan waa tii xamar soo xigtay xamar baa daris la tahay magaalada wax weyn kuuma jirto oo maanta ninka xamar muqdisho meeshuu raba ka degan waa meel uga soo shaqo tegi karo amaba uu gurigi hadduu ka dhisto kaleeto uu meeshu raba uu ka aadi karo muhiimaddan waxa weeyaan in fursadahan haddeertaan adin soo bandhigayo aan idin tusiyo meelahay ka banaan yihiin adinkana aad aragtaan indhaha indhihiina ku aragtaan wixii aysan ahayn war uun ee waxaa indhihiina ku arki kartaan oo aad ku qanci kartaan inay yihiin dhulkan boosaska cabirkooda meeshan ku yaallo waa fintiyo ma ahan 25 ee waxaa waa dhul finti ah oo cabirkiisu uu yahay 20 lagu dhuftay 20 rasiidii sawirloogna wata dokumentigiisu uu nadiif yahay dhulkan cabirkiisu fintiga yahay ku yaalo meeshaan jasiire xeebta u dhow sidoo kale dhulkan hadda shirkaduhu ay iibsadeen daris kale ah waxaa lagu iibinayaa halkii boos ee boosaskan ka mida lacag dhan 8,500 dollar halkii boos ee boosaskan ka mida waxaa lagu iibinayaa 8,500 dollar qiimaha lagu rabo waa 8,500 wixi wada hadal ah qofki balooka rabo qofki booska rabo qofki laba booska rabo waa wax la gelaya iyo san iseekinta samin jasiiro weyweyn tahay jasiiro waxaa jira qaybo 1,000 dollar ah qaybo 2,000 ah qaybo 3,500 ah qaybo 4,000 ah laakiin qaybtan hadda aan ka joogo waa meesha ama agagaarka deegaanka soo xiga xamar soo xiga haddana shirkaduhu ee dhulalka farabada dhulalka badan ay ka iibsadeen waxaan idinkaga cudur daaranayaa muuqaalka markaan sameynayay magaaladan ku dhex sameeyey oo waxwaay gawaarida bajaajyada hoonka wax walba maqlaysaan iyo hawada taa horta ka raalli ahaada inaan wax qurux badan idin soo gaarsiiyey muhiimadeedu tahay hadalkaygana aad maqli kartaan inaad maqasheenna waan rajaynayaa wax qurux badan ee aad ka faa'iidi kartaanna idin soo bandhigana waan rajaynayaa sidoo kale midka kale waxaan aad idinkaga mahad celinayaa ducada iyo garab istaagga ay muujinaysaan ducadiina waxaanba oran karaa alxamdulilah horta waalidkeena waa ii duceeyeen laakiin waxaan oran karaa ducadiinu dee waa number 2 marka waalidka laga soo tago waana muhiim waa sababta maantay meel kasta ee aan xog ka maqlo ama xogteeda aan soo aruuriyo aan ugu ordayo si aad uga faa'iidaysataan ducadiina wax weynay qabanaysaa waana idinkaga mahad celinayaa waana ogahay inaad ii duceynaysaan qaarkiinna way isoo wacaan qaarna komentiyada iigu duceeyaan dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin shukran lakum waxaan malaynayaa muuqaalkan inaad aad uga bagateen nambarkana inuu shaashada ku qoran yahay dadka qaar waxaan arkayaa komentiyo oranaya nambarkaaga see ku helnaa nambarka shaashada soo saaray qof walbaa heli kara oo ama dhul u baahan ama dhul hayo amaba guri u baahan ama guri hayo ruux walba baa meesha igala soo xiriiri kara
sirta aan dhex socono waa aragtaan magaaladii baan soo dhex galay oo bartamihii magaaladii baan ku socdaa. In aad muuqaalka bilaaw ilaa dhammaad la socotiin waa rajaynaya. Waramee noloshaan soo qurux maaha, jawigan soo qatar maaha, maasha Allah tabaraka Allah. Kulli saaku aan kugu talagalay inaa magaalada dhexdeeda codka idin kugu saaro sababtoo ah jaalis ay isiin weyseen habeen maalin abdeed ay ka dhateen anigana marka say igu qabato salaada say kugu qabataa lagu tukadaay muuqaalada say igu qabtaan inaa idin kugu soo bandhiga waaye. Waa mahadsantihiin muuqaalka, waxaan rajaynayaa inuu inta noogu ekaado. Shukran lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.